هتكلم كمان ان الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا انه يهدي درع وعلم الاهلي لسفير مصر في النمسا. والكابتن محمود الخطيب وجه الشكر للسفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة التي قامت بها السفارة المصرية مع بعثة الأهلي منذ بدء الترتيبات لمعسكر إعداد الفريق اللي اختتم اليوم في النمسا. قدامكم على الشاشة هذه اللقطات الخاصة والحصرية. ويمكن الكابتن محمود الخطيب رغم الحالة الصحية وبنتمنى له يا رب ألف سلامة، ويمكن النهاردة أكيد هيغادر إلى باريس، تعرض كده يمكن لخبطة في الجيم، ونتمنى لك السلامة يا كابتن محمود الخطيب. لكن في ظل ده كان حريص كمان إنه يقوم بكل التفاصيل اللي كانت موجودة ومحددة في برنامج المعسكر. زار سفير مصر في النمسا، أهدى درع وعلم النادي، وزي ما انتم شايفين طبعا وهو بيلتقي مع سفير مصر في النمسا السفير محمد الملا. شايفين طبعا الشبكة اللي موجودة على رأس الكابتن نتيجة طبعا الإصابة اللي تعرض لها، وكان حريص جدا إنه يكون موجود كمان في المباراة الودية اللي أقيمت بالأمس. على هامش الزيارة الكابتن محمود الخطيب كان حريص أنه يهدي سفير مصر السفير محمد الملا الدرع وعلم النادي تقديرا للدور الكبير الذي قامت به طاقم السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة إقامتها في النمسا وتسهيل مهمة الفريق في معسكر الإعداد. السفير المصري محمد الملا يمكن حرص كمان على دعم ومساندة الأهلي طوال فترة وجود الفريق في النمسا، وكان حريص كمان امبارح لما شفناه في المباراه الوديه اللي اقيمت ما بين الاهلي مع الفريق السلوفيني واللي انتهت بفوز الاهلي بثلاثه اهداف مقابل هدف. التيشيرت الجديد لطاقم السفاره والسفير المصري محمد الملا، درع وعلم النادي، وتوقيع الكابتن محمود الخطيب بيبو، توقيعه على التيشيرت طبعا باسمه وبيبو. وفوات كتيره كمان بشوف الكابتن بيوقع برقم 10، رقم تيشيرت الكابتن محمود الخطيب. ألف مليون سلامة عليك يا كابتن، والحمد لله انتهى المعسكر على خير، وبإذن الله نطمئن على الكابتن كمان في الرحلة العلاجية اللي هيقوم بيها ابتداء من اليوم في باريس خلال الفترة اللي جاية. وكل الشكر لطاقم السفارة المصرية في النمسا على المجهودات الكبيرة. في أي مكان النادي الأهلي بيسافر، في أي دولة، سواء دولة إفريقية دولة أوروبية، حتى لو مسافر لأقصى دولة حول العالم الولايات المتحدة الأمريكية، بنشوف اهتمام كبير جداً من الطاقم الدبلوماسي في كل السفارات المصرية. بصراحة بتقوم بمجهود كبير جدا لمعاونة النادي الأهلي أو أي حتى فريق مصري أو حتى منتخبنا الوطني في كل رحلاته الخارجية. دي كانت تفاصيل لها علاقة بتدريب الفريق، معسكر الفريق، عودة الفريق والمباراة الودية. طيب حاجة تانية نتكلم عليها وملف تاني متعلق بقرعة كأس العالم.